ممنوع التصوير المفرد. قال عنها اللي هي نجمة مصر الأولى. أنت متأكد؟ من أجرى ما قدمت السينما المصرية. ولو أني كنت مترددة. كانت هي المرأة اللي بتتحب من عماد حمدي. بس أنا عايزة شغل إيه؟ ما فيهوش غلطة واحدة، شغل اللي هو. لا 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 لا. أنا في منتهى الحب. تشاهدونه في الأوقات التالية.